فورماسيون دو ريسورس دو ريسورس ماتيريال. أن يكون هذا اليوم كانت هناك جلسة تلك الدول خاصة الظروف الاقتصادية من اللقاءات ولما هذا. وكذلك كان موضوع الصناعة موضوع المشاريع المشاهية والسيدات قبل أن نشر طارت الدولة سيد إنرجيتيك. من يمول من أنا فصاعدا التكاليف ثابتة لهذه الصناعات بمختلف أنواعها؟ هل هو مستخدم المرفق العام المواطن أو هو دافع الضرائب؟ إذن راح نوصلوا في خلال يومين إلى نتيجة من هذا النوع بأخذ بالعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن وكذلك العناصر الأربعة اللي قدمها المجلس للحوار اليوم وهي مرتبطة بعناصر أربعة هي بحث عن نجاعة أكبر لتسير هذه الاحتكارات العمومية الكبرى، اثنين الولوج إلى السوق المنافسة في هذا الإطار، ثالثا إعادة النظر في إمكانية كل ما هو عنده علاقة بتسعيرة مختلف هذه الموارد الطبيعية كالماء الغاز والكهرباء، ثم العنصر الرابع هو إعطاء كافة الاستقلالية ونقول كافة الاستقلالية للجان الضبط القطاعية خاصة المتعلقة بالقطاعات الخمسة الكبرى الممولة والمكلفة للاقتصاد الوطني. كل سنة نقوم بمخططات يعني مخصصة من أجل اجتياز ذروة الصيف، كما تعلمون الطلب يزداد بطريقة يعني كبيرة جدا يعني ضعف أو حتى أكثر فيما يخص الاستهلاك. نظن كل الاستثمارات اللي قمنا بها وكل التدابير اللي وجدنا فيها أنفسنا عبر كل الفروع فيما يخص الإنتاج سعة أكثر من 22 ألف ميجاوات، طلب الآن راهو في حوالي 13 ألف في هذا اليوم مثلا، ويقدر يلحق حتى 15 أو 16 ألف على حساب ارتفاع درجة الحرارة لأن المكيفات الهوائية هي اللي تجلب هذا الاستهلاك. في النقل كذلك هناك ضغط على شبكات النقل وفي التوزيع. نظن كل المخططات اللي قمنا بها يعني حتى ولو يكون هناك بعض الانقطاعات في بعض الأحيان في بعض المناطق، نظن التحسين راهو يعني تدريجي والتدخل راهو نظن بسرعة نراقبه فيه يوميا على مستوى الخلية اللي موجودة على مستوى المجمع وعلى مستوى كذلك الفروع، وأنا شخصيا يعني نتبعه يعني وكذلك نأكد على عنصرين هامين هو السرعة في التدخل والاتصال، لأن الاتصال هام جدا في هذه الأعطاب ممكن تحدث.